ونأمل أخيراً من أعضاء السلطة التشريعية أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم. وأما فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء السلطة التنفيذية فتقع عليهم مسؤولية النزول إلى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم، ورغبة منا في أن يؤدي العمل الحكومي ثماره المرجوة منه، فإننا نوجه الحكومة أن تضع لها خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول من خلال تطبيق هذه الخطة إلى ما يسمى بالحوكمة الرشيدة، ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة ومساءلة الحكومة عند الإخلال أو التقصير في تنفيذه. وسوف أكون شخصياً أول من يتابع ويحاسب الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة. ورغبة منا كذلك في الحصول على جودة العمل وحسن أدائه ومراقبة الموظف في عمله ومعرفة كيفية تعامله مع المراجعين، فإننا نوجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين: مبادرة المراجع الخفي ومبادرة المبلغ السري، مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعاً من التجني على الموظف والافتراء عليه. كما نشدد على الحكومة في خطابنا هذا على ضرورة تطبيع القانون بكل حزم على المخالفين له، وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.